بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم راح نعمل زيت مجموعة من الزيوت مفيدة للشعر، مفيدة للقشرة، مفيدة لتساقط الشعر، علاج تساقط الشعر، فروة الرأس، أي مشكل في الرأس أو في الشعر أو في الفروة راح تعالجه. خديت هذه كبيرة كما هكذا. هنا عندي زيت الحلبة، كنت خدمته فيما قبل، صنعته في البيت ومن بعد عصرته، وهنا حطيت له حبات حلبة وخليته كما هكذا. رايحة نوضع منه هكذا زيت حلبة، عنده الرائحة قوية. هنا عندي زيت بذور الكتان، هذا شريته كما هكذا، زيت بذور الكتان. هنوضع منه نصف زجاجة تقريبا. ممكن نعمل به حمام للشعر قبل الدش، مفيد جدا، يغذي الشعر خاصة الشعر الجاف. هنا عندي زيت إكليل الجبل، عملته فيما قبل وخليته معاه هكذا حتى يبقى يطلق في العصارة وفي الفوائد، نصفيه فقط وقت الاستعمال. هكذا رايحين نحصل على هذا الزيت المركب من هذه الثلوث، ثلاثة زيوت لكنها زيوت قنبلة رائعة رائعة رائعة. رايحة نستعمل معها يعني غصن من هكذا، ونحتفظ بها في أي مكان، في الدوش أو في المطبخ، ونستعملها وقت الحاجة. حمام للشعر خاصة الشعر الجاف والمتقصف والمتضرر من الشمس، من أشعة الشمس أو من مياه البحر أو من أي شيء، المهم أو من الصبغات، هو زيت رائع رائع رائع. جربوه يا أخوات، هو زيت مفيد، زيت مفيد جدا عن تجربة.